يا مساء الخير واهلا بيكم معانا وحلقه جديده ويوم جديد من إن بوكس على شاشه صدى البلد. اخباركم يا جماعه؟ النهارده عندنا بقى يعني فقرات مختلفه جدا وكمان فقرات مهمه جدا جدا، لكن طبعا في البدايه رحب بنوره ورحمه. ازيك يا بنات؟ ازيك يا فاروق؟ عامل ايه؟ 100 100 كله حال؟ الحمد لله تمام. ازيك يا رب؟ الحمد لله. نوره عامله ايه؟ انت كويسه؟ الحمد لله كله حال يا رب دايما. النهارده ان شاء الله زي ما قال فاروق كده هيكون معانا حلقه مميزه ومختلفه، لانه الحلقه كلها تقريبا احنا مخصصينها لذوي القدرات الخاصه. طبعا يعني ده دعما منا ليهم وكمان تقديرا لكل الادوار اللي بيقوموا بيها في المجتمع. طبعا هنتكلم عن نظره المجتمع، ويمكن في ناس كتير بتعاملهم بتمييز، حتى لو كان التمييز ده ايجابي مش سلبي، ولكن هو بيظل في الاخر انه نوع من انواع التمييز وبيحسسهم ان هم مختلفين عننا. عشان كده النهارده هيكون معانا نماذج حلوه جدا من اصحاب الهمم او ذوي القدرات الخاصه والانجازات كمان اللي عملوها. في فقرتنا الثانيه بقى هيكون معانا مي حسن اللي اصيبت بمرض ضمور في العضلات، ويمكن دكاتره كتير قالوا لها انه للاسف ما فيش امل من حالتك او انه يعني مش هيتطور تطور ايجابي بالظبط، ولكن هي ما استسلمتش وعملت مبادره حلوه جدا لمساعده اصحاب الهمم، فهتكون معانا في الفقره الاخيره عشان تحكي لنا اكتر عن المبادره دي وعنها. مبادرة اسمها تيسير. بالظبط، حلوة جدا طبعاً. يعني المبادرة اسمها على مسمى ان هي بتيسر يعني المواصلات وكل حاجة بتيسرها لأصحاب الهمم. ده طبعا احنا متحمسين جدا جدا ان احنا نتعرف عليها ونقعد معاها، وفي الفقرة دي برضو هنتكلم عن أصحاب الهمم وذوي القدرات الخاصة، ويمكن في الحلقة دي هتكتشفوا ان نظرة الناس السائدة ممكن الناس بتشوف ان هم غير قادرين او عندهم اوضاع مختلفه، وضعهم غير وضعنا، هم مش اصحاء بالكامل، بل بالعكس احنا في الفقره دي هنتكلم ازاي هم قدروا يحققوا احلامهم، وعندهم ممكن عزيمه واحلام اقوى مننا احنا كناس عاديين. علشان كده النهارده حابين نبدا معاكم الفقره ونقول لكم ان بدايه شهر ديسمبر تحديدا 3 ديسمبر هو اليوم العالمي لذوي القدرات الخاصة، مش كده يا رؤى؟ بالظبط، ده يعني اليوم المحدد من الأمم المتحدة طبعا يوم 3 ديسمبر، ان اليوم ده هو اليوم العالمي ان احنا يعني نهتم جدا بذوي القدرات الخاصة. وكمان يعني بيقولوا الناس ان احنا لازم عندنا في دمج اكبر بشكل كبير جدا في المجتمع في العالم كله، مش بس في مصر. يمكن في مصر الحمد لله احنا ابتدينا نلتفت للقصه دي بقالنا فتره كبيره جدا، ان احنا بنحاول يبقى في دمج بشكل مكثف اكتر لاصحاب الهمم او لاصحاب القدرات الخاصه. ويمكن كمان دلوقتي تواجدهم في كل المحافل بتاعتنا دلوقتي، سواء بقى في المهن الطبيعيه طبعا والوظائف كمان الحكوميه والخاصه، وكمان بنشوف الاعلام ما شاء الله كمان موجود مذيعين برضو من اصحاب الهمم. ومش بس كده، كمان ده احنا عندنا ابطال، في عندنا ابطال يعني بيشرفونا في اغلبيه المحافل الدوليه وبطولاتنا. ولسه لحد يعني من يومين السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي كان بيكرم اصحاب يعني البطولات، وكمان البارالمبيه اللي هيشرفونا ان شاء الله برضو في الفترات اللي جايه. فاحنا هنا دورنا كبرنامج ان احنا بنسلط الاضواء دايما على النماذج الناجحه من اصحاب القدرات الخاصه، وكمان لازم نديهم حقهم ثالث ومثلث، لان مفيش حاجه اسمها تفرقه او مفيش حاجه اسمها تمييز يا رحمه زي ما انت قلت. احنا بنعمل الدمج بشكل كبير وهم ليهم حق علينا، صح. مفيش فرق بين ده ولا ده، صح. عايزه اقول لكم بقى انه وفقا للاحصائيات الرسميه عن جهاز الاحصاء، ان ذوي القدرات الخاصه او ذوي الاحتياجات الخاصه في مصر في التعداد السكاني لسنه 2017 بيمثلوا حوالي 10.5% من اجمالي عدد السكان، وطبعا بيزيد عددهم في الريف اكتر عن العاصمه او عن مناطق الحضر. بتعتبر محافظه المنيا هي اكتر المحافظات اللي فيها ذوي القدرات الخاصة، وبعد كده بتليها محافظة القاهرة وبعدين أسيوط. بالظبط. كمان احنا بعيدا عن الارقام والاحصائيات عايزين نتكلم عن الالفاظ المتداولة لاصحاب الهمم، وهم في الغالب ثلاثة: ذوي اعاقة او معاقين او ذوي احتياجات خاصة وذوي قدرات خاصة برضو. في الحقيقة ان كلمة معاقين او ذوي اعاقة لفظ مش حلو وممكن يضايق، حتى الاحتياجات بالظبط يعني ممكن يضايقهم، وهم
اصلا بينجزوا وبيحققوا احلامهم وبيدوا مصر جوائز عالميه زي ما انت بتقول في الرياضه او في اي مجال تاني زيهم زينا وممكن احسن مننا شويه. يعني انا اعرف ناس كتير جدا ذوي قدرات خاصه هم اذكى مننا بجد. يعني هو بيبقى معايا بيتكلم معايا في موضوع انا ممكن ببقى مش فاهماه كويس فهم اذكياء ما شاء الله عليهم جدا. فاحنا عايزين نقول لكم ان خلينا نقول ذوي قدرات خاصه، لو مش هتقول ذوي قدرات خاصه خليها ذوي احتياجات خاصه بس مش ذوي اعاقه او معاقه، نخليها ذوي القدرات الخارقه. مثلا سوبر هيروز. يعني انا شايف ان هم فعلا عندهم قدرات خارقه يعني مختلفه عننا كاسوياء، بالعكس هم افضل مننا بكتير جدا. هو احنا لو شايفين ان هم عندهم مشكله ما فهم مش شايفينها، هم بيتحدوا نفسهم وهم دايما بيشتغلوا على نفسهم في المجال اللي هم متخصصين فيه ايا كان ايه هو. ففي الاخر خالص هم احسن مننا وعندهم قدرات افضل مننا بشكل كبير جدا، وانا شايف من وجهه نظري ان هي قدرات خارقه يعني مش ما يتقالش عليها يعني مصطلح غير كده بس. فهم يعني في كل المجالات ان هم دايما بيثبتوا نفسهم، وقد ايه ان احنا من وقت للتاني كده بنشوف ابطال وبنشوف عندنا كمان نماذج بتتكرر من وقت للتاني. وطبعا ده كمان زي ما قلت من شويه ده دورنا ودور الدوله، ده طبعا يعني بيخليهم دايما محور اهتمام وبيخليهم كمان ان هم ليهم دور ايجابي في المجتمع وبينتجوا. زي النهارده يكون معانا نماذج مشرفه جدا قرروا ان هم حتى لو عندهم يعني من وجهه نظرنا مشكله فهم مش شايفين ان هي مشكله وبيعملوها يعني بشكل ايجابي بقى، يعني بيساعدوا بيهم برضو اللي هم اخواتنا التانيين برضو من ذوي القدرات الخاصه في الحاجه اللي ممكن يعني يقدروا يعملوها، يعني بينفعوا نفسهم وكمان بينفعوا غيرهم. مش بيقولوا خلاص انا ما قدرت لحد كده وقفت، لا هو بيكمل وبيستمر كمان. صح. معانا تليفون من شيماء. الو الو يا شيماء، ازيك؟ ازيك يا نور، عامله ايه؟ الحمد لله كله حلو، انت عامله ايه؟ انا كنت قاعده بتفرج بالصفه وبعدين سمعت جمله انت قلتيها هي اللي خلتنا اتصل، كلمه ان هم بيتعرضوا لتمييز حتى لو تمييز ايجابي فهو برده في الاول وفي الاخر تمييز. فكنت عايزه احكي لكم عن موقف كده. زمان وانا في الثانويه عامه كنت باخد درس عند مدرسه ما، يعني فكان معانا واحده صاحبتنا كانت من ذوي القدرات وكان عندها اعاقه في رجليها. فطول الوقت كانت المدرسه دي بتعاملنا كلنا سواء، واحنا كنا طول الوقت شايفينها ان هي قاسيه جدا، ان هي انت ازاي بتعاقبيها زينا وازاي مثلا لو كلنا وقفنا فهي انت برضه بتصممي ان احنا نساعدها ان هي تقف معانا، فكنا شايفين ان هي قاسيه جدا عليها. فكنا عندنا سنه كره شويه للمدرسه دي من كتر ما احنا كنا حاسين ان هي قاسيه على البنت دي. فبعدين رحت في مره اتكلمت معاها فبقول للبنت هو انت مش بتتضايقي؟ لان انا حسيت ان البنت مش متضايقه، يعني بالعكس انا حسيت ان هي متجاوبه معاها جدا. فرحت سالتها قلت لها هو انت مش بتضايقي ان هي بتتعبك او ان هي بتفرض عليكي حاجه ممكن تكوني انت مش قادره تعمليها؟ فقالت لي لا خالص بالعكس، ده هي طول الوقت لما المدرسه دي بتعمل كده هي بتحس ان هي شخص طبيعي جدا زيها زينا. ان هي لو غلطت زينا هتتعاقب، محدش هيميزها عشان هي تعبانه او حاجه، وده بيحسسها ان هي مفيش شفقه يعني عليها. وحكيت لي كمان ان هي حتى في البيت اهلها بيتعاملوا معاها بنفس الطريقه اللي هو مفيش اي تمييز، كلنا بنشتغل في البيت سوا وكلنا بنساعد سوا وكلنا بنخرج كلنا بنيجي، لو حد غلط بيتعاقب، مش بيميزوها ايجابيا علشان اعاقتها دي، لا بالعكس ده هي بيتعاملوا معاها عادي جدا يعني. يعني هي المدرسه كانت بتعمل الصح. يمكن احنا اوقات بيبقى من كتر ما احنا متعاطفين مع حد بنبتدي نحسس عليه زياده او بنديله اهتمام زياده او نبتدي نقول كلام مبالغ فيه جدا، فده بيحسسه ان هو مختلف رغم ان هو في الواقع لا هو مش مختلف في اي حاجه. انا بعتبر يعني اي حد عنده مش هقول اعاقه ولكن اي حد من ذوي القدرات الخاصه بالعكس انا بحسه ان هو عنده يمكن ميزات اكتر او عنده حاجه ربنا اداها له اكتر مننا، او حتى لو هنبص لها على انها مرض انا بشوفها حاجه زي البرد يعني مش حاجه صعبه. عايزه اقول لك ان انا نفسي في الايام والسنين واشتغلت برضو مع حد كان كثيف، وبعدين انا اول ما اشتغلت معاه دي كانت اول مره اتعرض للموقف ده، فحسيت اللي هو انت بجد بتشتغل كده ازاي وبتعمل ده كله ازاي وانت مش شايف اصلا. فمع الوقت اكتشفت ان هو فعلا عنده طاقه ايجابيه فظيعه وعنده طموح رهيب ان هو يشتغل، مش علشان يثبت للناس ان هو يقدر يعمل ده، لا بالعكس عشان هو اصلا حابب ده. فاكتشفت ان هو الموضوع طبيعي جدا، احنا اللي عندنا نظره ليهم ان هم ما يقدروش يعملوا ده. بالظبط، هي مشكله في نظرتنا احنا مش في اي حاجه ثانيه. بالظبط. شكرا ليكي جدا، نورتينا. ميرسي جدا. افتكرت دلوقتي واحنا بنتكلم كان في راجل بتاع ساعات جنب البيت عندنا كان بيصلح الساعات، الراجل ده كان
فاقد لاطراف لايديه، كان ساعات بتبقى يا جماعه حاجات دقيقه جدا طبعا. العقارب بالمفكات الصغننه أيوه. جدا الرفيعه دي، وكان بيعملها بيستخدم رجليه فكان عن واسنانه بالظبط. فلا سبحان الله يعني ما شاء الله. اكيد 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 لو احنا اي حد فينا دلوقتي جرب يعمل حاجه زي دي الموضوع هيبقى صعب جدا. والله انا شايفاه مناسبه بصراحه. هو قريب احمد مش قريبي، دودو محمد جوزلان، انا عايزه اسلم عليه جدا. عنده 18 سنه حبيبي. وعلاقتي بدودو انا مختلفه، ممكن انا يعني حبي ليه، انا في الاول تعرفت عليه في العيله وشوي شوي بقيت بحبه بطريقه غير طبيعيه. مبدئيا بيقول يا كراميلا، الوحيد اللي بيقول يا كراميلا. ثانيا انا عايزه اقول لكم ان هو بيعوم دلوقتي، بيدخل مسابقات في السباحه، بيعمل علشان هما بيعملوا ذهب، فبيعمل ذهب مع ابوه، بيعمل حاجات بالذهب وبالفضه. فانا عايزه اقول لمحمد ان انت عمرك ما تتكسف من نفسك، انت نموذج ناجح جدا جدا، واحنا فخورين ان انت من العيله، واحنا فخورين بيك وبكل حاجه انت بتعملها. وعايزه اقول لكم برده ان هو من المتفوقين ما شاء الله في المدرسه بتاعته، ما شاء الله. وان شاء الله هتدخل المسابقه بتاعت السباحه وتكسب يا محمد كده وترفع راسنا وتبقى معانا ان شاء الله. سلام عليك يا محمد ونبوسك قوي يا محمد. جميل. بص يا جماعه، يعني طبعا احنا عندنا عميد الادب العربي كان كثير يعني، والراجل تاريخنا ومن ضمن الحاجات اللي بنتكلم عليها لحد النهارده طبعا طه حسين. طبعا علشان في ناس عمار الشريعي اللي كنا بنتكلم عليه من يومين برضو نفس الكلام. يعني بصوا يا جماعه، فكر كده هتلاقوا النماذج اللي في حياتنا اللي مأثره فينا واللي كتب التاريخ برضو في البلد دي ايا كان المجال بتاعه ايه، هتلاقيه هو كان عنده صعوبات في حياته وقدر ان هو يتغلب عليها ومش بيحسس اللي حواليه ان هو عنده مشكله اصلا. صح. يعني احنا قلنا لسه من يومين عمار الشريعي الله يرحمه، انا كنت بحس ان هو شايفنا وانت بتتكلم معاه، هو باصص لك وبيتكلم معاك، هو شايفك. يعني هو عنده بصيره داخليه يعني سبحان الله غير طبيعيه. نفس الشيء برضو عند كتير جدا من شبابنا، ان هو برضو لو عنده مشكله ما فهو ما بيقفش لحد هنا، لا هو بيساعد نفسه وكمان بيساعد اللي حواليه. علشان كده برضو في يعني مبادره لطيفه جدا انتشرت الفتره اللي فاتت اسمها كفيف لكن دمه خفيف. حبت ان هي تكسر الصوره النمطيه اللي موجوده زي ما كنا من شويه، ان ممكن حد يعني يعمل سواء بقى تمييز سلبي او تمييز حتى بشكل معين لو ايجابي برضو، بس هم قدروا ان هم يكسروها ويقولوا لنا احنا موجودين برضو بشكل كبير وكمان بنتعلم عادي جدا مفيش مشاكل خالص. واللي عامل القصه دي معانا شهاب جمال الدين، وهو من احد مؤسسي المبادره، وهو دلوقتي معانا على التليفون. يا شهاب، حضرتك عامل ايه؟ ازيك يا شباب، اخبارك انت ايه؟ ربنا يخليك، الحمد لله كله تمام. الحمد لله. شهاب، في البدايه كده قول لنا يعني الاسم الجميل ده الاول مين اللي فكر فيه وكمان بيعبر عن ايه؟ احنا اتخضينا عايزين نقول لك يا شباب في الاول. هو الحقيقه اسم كفيف دمه خفيف، احنا بنستهدف بيه المفهوم الراقي الخفيف الدم. اول حاجه احنا مجموعه من الشباب المكفوفين من مصر، محافظات مصر مختلفه، يعني انا من سوهاج، معايا حد من اسيوط، معانا ناس برضه من دمياط، ناس كانت من اسكندريه، ناس من سوهاج. شهاب ممكن بعد اذنك تعلي صوتك شويه عشان احنا مش سامعين قوي. طيب كده يعني اتمنى يبقى الصوت كويس. كده كده تمام. اتفضل. تمام، كنت بقول ان احنا الفكره احنا مجموعه من الشباب المكفوفين كلنا من مصر، من محافظات مصر مختلفه. كان بنحلم انه ان احنا نعمل حاجه نوصل بيها التكنولوجيا أو نعلم من خلالها التكنولوجيا للمكفوفين في كل بيت. عارفين إنه القاهرة لوحدها للأسف كانت بتستأثر بالدورات التدريبية اللي ليها قيمة كبيرة عند المكفوفين. لكن سكان الأقاليم وسكان المحافظات التانية كانوا محرومين جدا من فكرة إنه يحصلوا على دورات تدريبية أو يحصلوا على أشكال معينة من الثقافة أو من الدورات اللي ليها علاقة بسوق العمل أو لها علاقة بالثقافة الشخصية أو بالتأهيل حتى يعني. فجت الفكرة إن احنا نعمل حاجة صغيرة الأول كده، زي قناة على برنامج محادثات اسمه زيلو. القناة دي تبقى حاجة صوتية تفاعلية بين المكفوفين وبعض. الموضوع بقى كبر، بقى يشامل مكفوفين كتير مش في مصر بس، في كل أنحاء الوطن العربي، ومكفوفين كتير كمان عرب بره المنطقة العربية يعني في العالم كله. الفكره بدل ما هي الاول كانت بس ان احنا نشتغل على محاضرات
بنظام التعليم عن بعد، محاضرات التكنولوجيا. بدأ الموضوع يتطور لمحاضرات في التنمية البشرية وفي اللغة الإنجليزية، وبدأ كمان يبقى ندخل فقرات ثقافية وفقرات فنية ونكتشف مواهب، ويبقى في فقرات خاصة بقراءة الكتب والكلام يعني تحليل بعض الكتب والقضايا المهمة في المجتمع أو للأشخاص ذوي الإعاقة بشكل خاص. بدأنا بعد كده نطور في الفكرة كمان إن إحنا ندخل دورات معتمدة من أماكن، يعني مثلا نشبك في علاقات مع جامعة سوهاج، مع مركز المجمع الإسلامي في دمياط، مع جامعة زي جامعة القاهرة، زي أسيوط، زي أماكن كتير. قدرنا إن إحنا ناخد يعني في دورات أوريدي بتقام هناك في الأماكن دي، وإحنا بس بندخل فيها الجزء أونلاين، بحيث المحاضرة تكون متذاعة أونلاين، ويبقى في تفاعل على وسائل التواصل المختلفة من الشباب اللي بياخدوا الكورسات دي المكتوبين. يعني ببقى قاعد في بيتي وباخد الكورس وكمان باخد شهادة معتمدة من المكان، طبعا بعد كده اختبار معين عشان يتأكد ان هو فعلا استفاد من الكورس. الفترة دي احنا بقالنا مثلا اكتر من 3 سنين بنشتغل على اليوتيوب بس على فكرة الدورات. احنا لو حد دخل على اليوتيوب على قناة كريم دمه خفيف، كريم دمه خفيف على اليوتيوب، هيلاقي ارشيف ضخم جدا ومحتوى ضخم جدا متنوع في كل ما يهم المكفوفين، حتى القضايا اللي تتعلق بالبنت الكفيفة في المطبخ تعمل ايه وتستخدم ايه وتتعامل ازاي، هيلاقي برضو حاجات ليها علاقة بالمنحة ده. احنا الفترة الحالية بنشتغل مع اكتر من جهة، برضو في اكاديمية فافتتحها الرئيس من شهور اسمها الاكاديمية الوطنية للعلوم والتكنولوجيا للاشخاص ذوي الاعاقة. احنا في كورس هنعمله في الاكاديمية دي، احنا اللي هندرب فيه برضو انا هو زمايلي، هيبقى اونلاين وهيتذاع على القناه كيف دمه خفيف على اليوتيوب. دلوقتي شغالين لايف ستريم او بث مباشر على اليوتيوب، هيقدر اي مشترك في الكورس ده ان هو طالع الكورس مجانا، وهيحصل على الشهاده برده وهو في البيت برده مجانا. فدي حاجه اعتقد انها كويسه جدا، ما كانتش موجوده قبل كده. احنا بنستهدف ان احنا يعني المستوى الثقافي شويه نزوده عند المكتوفين، ولو هو اوريدي حلو برده نعليه، يحصل على كورسات تأهيل لسوق العمل. الكورس احنا عملنا كورس في الصيانة مثلا، هيبقى في كورس احنا عملنا قبل كده كورسات في تصميم المواقع، عملنا في البرمجة، عملنا في هندسة الصوت، يعني مش بس حاجات مهتمة بالشريحة المبتدئة. طب شهاب معلش، الجزئية دي جدا يعني مهمة جدا بالنسبة لنا، انتوا بتعملوا الكلام ده ازاي؟ هل بتعتمدوا بس على السمع ولا الموضوع بيتم ازاي؟ يعني الحاجات اللي فيها دايما اللي هي الحاجات التقنية شوية والتكنولوجية شوية، بتعملوا فيها ايه؟ طيب خليني اقول لحضرتك الفكره باختصار. هو الموضوع انه العلاقه اللي بين الكفيف والكمبيوتر فيها مشكله، او كان فيها مشكله، اللي هو انه مش شايف اللي على الشاشه. تمام. توفر حاجه اسمها برامج قراءه الشاشه. البرنامج وظيفته ان هو يحول اي حاجه على الشاشه لصوت مسموع. فكده المشكله اللي كانت موجوده انتهت. بالظبط. بعد اي حاجه موجوده على سواء على الانترنت او في اي برنامج من البرامج المتقدمه، سواء انت عايز تصمم برامج او تشتغل في هندسه الصوت او تشتغل تصميم مواقع او تشتغل في الصيانه البرمجيه او تشتغل في الاوفر، اي حاجه تتخيلها ملهاش علاقه بالصور، بالك ملهاش علاقه بالتصوير، يعني الحاجات اللي هي الجرافيكس اقصد. يعني مثلا مش الحاجه الوحيده مش هينفع نعملها لغايه دلوقتي هي فوتوشوب، لأنها ليها علاقة مباشرة بالصور. دي ملهاش حل لغاية دلوقتي. لكن مستقبلا طبعا ان شاء الله ممكن يبقى ليها حل. اكيد ان شاء الله. طب قول لي يا شاب، ليه يعني اسم كفيف لكن دمه خفيف؟ يمكن احنا علقنا عليه شوية في الأول بس ما فهمناش انت ليه قصدته او ايه دلالته. هي كفيف دمه خفيف على طول. الفكرة كفيف دمه خفيف؟ الفكرة من الاسم ده كده الاسم فرق. حاجة هو كريم دمه خفيف طبعا. طبعا لا احنا بنقول كريم دمه خفيف، احنا اولا شريحه كبيره من المكفوفين زهقت من فكره التحدي والاراده ومش عارف ايه والاسماء الكبيره دي اللي هي ما بتجيبش همها. احنا دلوقتي احنا عايزين نقول ان كفيف هو انسان عادي جدا، روش يعيش حياته بشكل عصري. ايوه صح، ملهاش علاقه بفكره انه انا لازم اتحدى الظروف والصعاب لا، مع احترامي طبعا لكل الكلام ده، لكن لكن الحياه بتتعاش بشكلها الحلو العادي اللي بيخليك تستمتع وانت عايش الحياه، غير تعيش الحياه وانت مقبل عليها وانت مستمتع وانت بتخرج وتدخل وتبقى اصدقاء وتقعد على كافيه وتروح وتسافر لوحدك وتعتمد على نفسك من غير بقى فكره احنا متحديين الاراده ومش عارف ايه والكلام ده. جدع والله. دي فكره. الفكره الثانيه ان احنا بنستهدف من الفكره دي المفهوم الراقي في خفه الدم.
مش كيف دمه خفيف يعني حد قاعد بيقول نكت، لا، المفهوم الراقي اللي هو انا عايش حياتي بشكل اصلي بشكل طبيعي، هحصل على كورسات انا حتى لو كان ايجابي. لا وقول نكت برضه يا شهاب، وقولوا نكت، وقولوا نكت برضه. شكرا يا شهاب. شكرا جدا يا شهاب. شكرا ربنا يخليك يا رب. شهاب جمال الدين احد مؤسسي مبادره كفيف دمه خفيف، فرق جدا فعلا لما اتشالت بس. طبعا احنا هنطلع فاصل قصير ونرجع تاني نكمل كلامنا عن ذوي القدرات الخاصه، خليكم معانا. ورجعنا لكم من جديد ولسه مكملين بقيه فقرات إن بوكس. زي ما قلنا لكم في بدايه الحلقه خالص انه الحلقه النهارده مخصصه كلها لذوي القدرات الخاصه. يمكن من شويه كنا بنتكلم عن قد ايه هم بيكونوا منتجين وبيطوروا من نفسهم بشكل كبير جدا، كل حد في مجاله بيقدر ان هو يعمل حاجه مختلفه وناجحه جدا، عشان كده بيطلع منهم كميه انتاج كبيره جدا في مختلف المجالات، سواء حاجات بشكل يدوي او حاجات كل واحد بيقدر ان هو يعملها بشكل مختلف. في بقى شاب قرر ان هو يعمل برضو حاجه مختلفه، عمل ايه؟ عمل موقع لتسويق منتجات ذوي القدرات الخاصه. ده حلو قوي. يوسف شعبان بالظبط. هو اسمه نجم لوحده. يوسف بدا الموضوع من 2013، ان هو الراجل متميز جدا من الناحيه التسويقيه، والراجل يعني فعال ومنتج جدا في المجتمع، فقرر ان هو ليه لا ان انا برضو اسوق المنتجات، ممكن اعملها بالزبط. من خلال ويب سايت، ليه لا يعني. وده اللي حصل فعلا. وزي قبل الفاصل كان معانا من شويه كان شهاب بيتكلم بيقول ان احنا يعني بنعمل كل شيء، حتى لو في حاجه ممكن بنعملها حاجه تقنيه او حاجه مرتبطه بالكمبيوتر او كده، عادي جدا بقى دلوقتي في برامج جديده بالزبط. موجوده مخصوص اللي هي بتتكلم او بتقول لك ايه اللي موجود دلوقتي قدامك على الشاشه، وخلاص بقى الموضوع ما بقاش فيه النظره اللي هي كانت موجوده زمان، اللي هي بقت فيها تفرقه او اللي هي كانت فيها بعد شويه خالص. دلوقتي بقى الدمج موجود يمكن بشكل اكبر وبشكل افضل كمان الحمد لله. وكمان يوسف اهو نموذج برضو ان هو الراجل فعال في المجتمع وبيعمل ويب سايت وبيبيع حاجات عليه. ده حقيقي. في محل حلويات مشهور جدا برضو بيشغل معايا ذوي قدرات خاصه، بنات امامير جدا وصغننين في السن وبيعملوا كاب كيكس ملهاش حل. ده حقيقي. معانا على تليفون يوسف. يوسف صاحب الموقع. يا يوسف اهلا وسهلا. ازي حضرتك؟ اهلا وسهلا. اهلا وسهلا، متابعكم كويس. قول لنا في الاول انت اشتغلت قد ايه مع ذوي القدرات الخاصه عشان تفكر تعمل لهم موقع وتطلع منك فكره حلوه زي الفكره دي؟ هو انا اشتغلت مع ذوي القدرات من زمان، من 2003 تقريبا، كان ساعتها كنت في الكليه، انا خريج كليه التربيه الرياضيه. اوكي. كنت شغال معاهم مدرب حركي، بنحقق يعني من خلال الحركة وكده شوية أهداف ليها بعد حركي وليها بعد نفسي وكده للولاد يعني. وكنت من خلال مكاني كنت بتابع يعني إن الولاد عندهم طاقة مش بس في الحركة وكده، إن هم كمان كانوا بيتعلموا منتجات يدوية بيعملوها، وكانوا فعلا يعني أنا سامع إن في حد بيعمل كب كيك وكده. أيوة. هو فعلا بيعملوا يعني أيوة حلوة أوي الكب كيكس كتير يعني، زي ال منتجات مثلا جلدية، زي حاجات فيها رسومات متعددة، زي حاجات تطريز والاكسسوارز بتاعتهم. انا حضرت لهم معرض قبل كده. صح بالظبط كده. هم عندهم بس النقطة الصغيرة ان الراوند نفسها بتاعت البيع محددين شوية، في ان هم المعرض طبعا الدولة بتوفر لهم الدعم والتدريب وكده ومعارض كأسلوب للتسويق، فالمعرض ده بيبقى عدد اللي بيبقى سعيد حظه بيبقى موجود في المعرض محدود، وعدد اللي بيجي برضه محدود شويه. احنا استخدمنا الانترنت وكده ان احنا نعمل لهم ويب سايت يقدروا يعرضوا عليه منتجاتهم، وتبقى مساحه ليهم ان هم يبقى ليهم تدريبات خاصه وحاجات خاصه ليهم مناسبه ان هي تخاطب وتدي لهم المسج اللي هم محتاجينها يعني. طب والموقع معاك فعال يا يوسف؟ يعني في اقبال عليه؟ الناس بتشتري منهم حاجات؟ هي الفكره جديده شويه بس الحمد لله احنا عندنا 243 شخص من ذوي القدرات الخاصه ابطال يعني، مسجلين منتجات مختلفه عن بعضها. وفي عندنا 17 عمليه بيع تمت بالفعل. طب
طيب تمام. لان برضه كان بيقابلنا شويه تحديات كده احنا حاولنا ان احنا نعديها. يعني ان في بعض ناس من ذوي القدرات ما عندهمش المعرفه كفايه بالتكنولوجي وازاي ان هو يعمل ايميل ويعمل اكونت وحاجات زي كده، فكنا بنساعدهم في ده. الايميل اللي معايا بيساعد في ده ان هو يعمل له ايميل ويعمل له ريجستريشن وكده. وكان في نقطه ان هم بيصوروا المنتج، طبعا اللي بيشتري اونلاين بيدور على صوره حلوه فازاي يصوروا، فاحنا برضو بنساعدهم ان هم ازاي يصوروا. حلو قوي. فده السبب ان احنا عملنا لهم كوميونتي ليهم علشان نخاطبهم بالحاجه اللي فعلا هم لو عملوها هيوصلوا ان هم المنتج يصوروه ويحطوه ويتباع ويتحصل الراوند كامله، ان هو في النهايه بعد ما بيعمل برودكت يجيله في النهايه فلوس. فقابلتنا برضو مشكله مع شركات الشحن ان هم كانوا عايزين اماكن معينه تجمع فيها البرودكت اللي هتتشحن للشخص اللي بيشتري. فاحنا كنا حابين ان الشخص في بيته تروح له شركه الشحن وتاخد منه المنتج بعد ما غيروا الشركه. يوسف في شركات تانية بتيجي لحد والله ما بهرج، انا بتكلم بجد. في شركات بتيجي لحد البيت عندك وهتساعدك وتاخد مقابل قرب المقابل التاني، على فكره مش بعيد يعني 25 30 جنيه 40 جنيه يا سيدي على الاوردر زياده، وبيجي لحد باب بيتك ويوديها لحد باب البيت التاني اللي هو شاري منه المنتج. يعني لو الشركه دي يعني فيها عقبه شويه، في 10 شركات تانيين هتلاقيهم يعني هيريحوك شويه. ان شاء الله نتمنى. احنا بنحاول يعني ان احنا نتواصل مع شركات تانية ان هم تقدر تساعدنا في ده، وفي حد بدا شويه ان هو يتعاون معانا، ونتمنى يعني ان شاء الله. ان شاء الله. طب يوسف قول لي ايه ابرز المنتجات اللي بيتم تسويقها على الويب سايت ده؟ ابرز المنتجات اللي هي الاكسسوارز، ومعظمهم يعني من الليديز هم اللي بداوا يشتروا مننا وهم اللي عارضين منتجات. دي ابرز الحاجات يعني اللي هي معروض كتير واللي بيتم شراها كتير الاكسسوارز. طبعا. بس في عندنا يعني حد عرض منتجات خشبيه كويسه جدا، عامل مثلا زي لوحات وحاجات زي كده كويسه جدا. في عندنا لوحات برضو، بس برضو لسه ما تمش فيها غير عمليتين من ضمن ال 17 عمليه. بس اولموست لغايه دلوقتي هي الاكسسوارز اللي شغاله يعني. حلوه قوي. هايل. طيب يا يوسف قول لي، هل الموقع بيساعدهم ان هم يشاركوا في عروض ويعرضوا المعارض، قصدي معارض ويعرضوا شغلهم؟ نتمنى ان ولا احنا لا لسه؟ يعني احنا بنحاول نشوف اسلوب مختلف عن التسويق. احنا مع المعارض ونتمنى ان احنا يبقى لينا تواجد ان احنا نقول الفكره، بس احنا مش بنستهدف معرض لان امكانياتنا مركزينها اكتر في التكنولوجي واستخدام اللوجيستكس بتاعت التكنولوجي علشان نوصل يعني دايره التسويق كتير. هايل. بس يعني نتمنى نشارك في المعارض، حتى نقول لهم المعرض كويس وبيستفيد منه عدد كويس. بس احنا نفسنا نعرض فكرتنا ونقول ان احنا في شكل تاني برضه للتسويق. 15 مليون يعني من ذوي القدرات الخاصه. بالظبط. اكيد ان شاء الله هتشاركوا. ربنا يوفقك يا يوسف يا رب. كده ينفع معارض، ينفع ويب سايت كمان، وتكنولوجي وانترنت كمان ينفع. نورتنا جدا يوسف، بالتوفيق ليك يا رب انت وكل الشباب. شكرا جدا ليك. انا يعني مبسوط جدا بالافكار المختلفه والشباب اللي عندها قدرات برضو وطموح واحلام، ان هي عايزه دايما تغير من كل حاجه. يعني انا بشتغل على نفسي وبعمل ده، وليا رجاء عند بس يعني ايه الناس اللي هي ممكن تبقى يعني بتحاول تصعب شويه على على على, على اخواتنا من اصحاب القدرات الخاصه، ان شركه الشحن مثلا اللي هي بتقول نجمع مش عارف ايه والكلام ده كله. يا جماعه احنا يعني بنساعد بعضينا، وفي الاخر خالص دي حاجه بالمقابل، مش بس يعني كلام بس للشركه، لا كلام لينا كلنا. صح. ان احنا لازم كلنا نحاول تبقى ايدينا في ايدين بعض. اللي يقدر يعمل حاجه ما يكسلش ويعملها، ما تترددش لحظه. كلنا لو عملنا الدفعه دي صدقوني ما فيش حد هيبقى لا متضايق ولا تعبان ولا حد عنده مشاكل خالص. اللي تقدر تعمله اعمله بمعلومه باي دعم. هما بينتجوا وبيفيدوا المجتمع يعني. بالزبط. يعني بالزبط. هما مش يعني هما عناصر ايجابيه. طب اقول لك على حاجه والله العظيم، حضن محمد ده اللي بقول لكم عليه بيديني كم طاقه ايجابيه. ده حقيقي. لو انا زعلانه بروح له البيت بحضنه، اقسم بالله العظيم. يعني انا ما بحضنش ماما بقالي سنه، بروح محمد ممكن يحس بيا اكتر من اي حد. فهم عندهم كم طاقه ايجابيه غير طبيعيه. صح. وبيقول لك وبحلم
وعايز اعمل مش عارف ايه حبيبي. وعايز ابقى في التلفزيون، بحب رامز جلال جدا، ممثل كبير طبعا نجم، انا عايز ابقى كذا، واحلامه ما عندهاش حدود. فهم كلهم كده على فكره، صح. مش عند محمد بس، لا عند كل اطفال ومراهقين صح. وشباب ذوي القدرات الخاصه. فطبعا انتوا على دماغنا، وانتوا عناصر مهمه جدا جدا في المجتمع، وبتفيدونا يعني. مظبوط. عشان كده بعد الفاصل هيكون معانا مي حسن، صاحبه مبادره تيسير لمساعده اصحاب الهمم. استنونا. بصوا يا جماعه، يعني كل واحد مننا اكيد بيمر بابتلاءات معينه من ربنا سبحانه وتعالى، بس هنا كل واحد بقى يعني عنده قوه تحمل وصبر عامله ازاي، وهنا برضو ازاي الواحد ممكن يقلب المحنه لمنحه. النهارده معانا شابه مصريه ب 100 راجل او ب 100 ست بجد والله، يعني مثال للقوه والكفاح والاراده والعزيمه وكل ما تتخيلوه حطوه تحتيها النهارده، لان هي فعلا تستاهل وتستحق ان هي تكون متواجده معانا النهارده في انبوكس. بجد شرف لينا النهارده ان احنا معانا شابه مصريه، مش هقول ظروف صعبه، بس رغم ان ممكن في حاجات حواليها ممكن تبقى لحد ما صعبه شويه، الا انها حاولت وبتحاول ان هي كمان تساعد كل اخواتنا من اصحاب او ذوي القدرات الخاصه. وهي النهارده معانا ومشرفانا مي حسن، صاحبه مبادره تيسير لمساعده اصحاب الهمم. مي منورانا جدا. منورانا يا مي، ميرسي. مبسوطين جدا ان انت معانا. والله انا يعني كمان مبسوطه جدا، ان شاء الله باذن الله يبقى جميل. ان شاء الله. هو خلاص بقى جميل ما دام انت. بجد والله. مي، يعني نتكلم الاول عن المبادره، عن مبادره تيسير اللي انت عملتيها لاصحاب الهمم ومكانها كمان في اسكندريه. كلمينا اكتر عن فكره المبادره وايه اللي بتعمليه بالظبط. بصي، هي مبادره تيسير هي اول مبادره يقوم بيها حد من اصحاب الهمم، مش جمعيات ولا مؤسسات ولا افراد بره الدايره. احنا حابين احنا اللي نقوم بالمبادره دي، علشان احنا اللي حاسين بالوجيع، فاحنا اللي عارفين ازاي نأهل البيئه اللي احنا محتاجين نندمج فيها. فعملنا مبادره تيسير، هي اول مبادره للدمج المتكامل الصحيح في المجتمع. المبادره هي اساسا قامت عن طريق يعني لحظه خير. كان دكتور عصام البوكر اللي هو عميد مجمع خدمه الصناعه في الاكاديميه العربيه للعلوم والتكنولوجيا في ابو قير، كان حاطط بوست على الفيس، وانا كنت فريندز عنده يعني، كنتش في ريليشن ما بيننا. وبعد كده بيقول يا جماعه في فطار خير، واحنا بنجمع مبلغ علشان خاطر نتبرع بيه لاعاده اعمار قرى فقيره. فانا كنت اول واحده حاطت يعني بوست، حاطت كومنت على البوست، وقلت خلاص اوكي انا متبرعه معاكم. فقال لي خلاص اوكي لازم تيجي اسكندريه. رحت اسكندريه في الاكاديميه العربيه وعملنا الفطار، وكان حاجه ناجحه جدا الحمد لله، وجمعنا اكبر من المبلغ اللي احنا كنا متخيلينه بفضل ربنا. وبعد كده جت الفكره ان اسكندريه كنت بلاقي معاناه كبيره بعد ما اتجوزت، ان انا امشي في شوارعها او حتى اروح البلاش فيها. فقلت لدكتور عصام، طب ايه رايك تعالى نيجي نعمل مبادره اسمها تيسير، تيسير ميسر على اصحاب الهمم. فوافق جدا وحب جدا الفكره، واتبنت الاكاديميه مبادره تيسير في اسكندريه. لكن احنا املنا بعد ما ننجح في اسكندريه ان شاء الله هتتنقل كلها في محافظات مصر ان شاء الله باذن الله. مبادره تيسير انطلقت ان احنا يعني اهم محاور قايمين عليها محور الاتاحه، عشان كده عملنا مخطط للاتاحه. المخطط دوت قايم على ان احنا نستخدم التكنولوجي في الاتاحه. بنعمل وسيله ربط بين المستخدم اللي هو حد من اصحاب الهمم مع وسيله التنقل. زي بالظبط فكره اوبر. اوكي. فعن طريق الابلكيشن ده انا بطلب الوسيله ديت، بشوف فين الباص ستيشن القريبه مني بروحها، بتبقى طبعا ممهده. العربيات مهيئه لا. احنا عايزين باص، احنا عايزين يعني الحكومه هي اللي تبدا تشارك في الموضوع ده، مش عايزين بس شركات خاصه. ما بيحصل. طيب. وزارة الإنتاج الحربي دلوقتي هي بالفعل، بس احنا عايزين بقى يبقى فيه ربط. ان شاء الله ان شاء الله باذن الله يبقى في عدد يغطي برضو بالظبط العدد بالظبط كده. لان انا مثلا واحده من الناس، انا هنزل الشارع، طب انا هعرف منين الباص ده واقف فين وفين محطته، او انا ازاي هوصل له، او ايه هي المحطه اللي ممكن يقف فيها. فلازم يكون في كوميونيكيشن ما بين الحاجات دي كلها عشان توصل للمستخدم صح. فدي اول حاجه، الاتاحه المكانيه اللي هي في الشوارع.
مش بس ان انا اعمل رام، لا كل حاجه ليها اساسيات ومفاهيم هندسيه صحيحه بره في اوروبا بتستخدم صح، فاحنا عايزين نطبق الموضوع ده، مش يبقى رام بس محطوط في الرصيف بطريقه عشوائيه. فده برضو احنا حاطينه في المخطط بتاعنا ان شاء الله باذن الله، ونتمنى يكون في تواصل مع لواء كامل الوزير علشان خاطر نطبق الموضوع ده في اسكندريه. دي الاتاحه المكانيه والاتاحه بتاعه المواصلات. تاني حاجه احنا برضو بننظر لها بعين الاهميه ابتكارات اصحاب الهمه، ودي شغالين فيها في الورش والمعامل بتاع الميكاترونكس في الاكاديميه وفي المجمع خدمه الصناعه. اهم حاجه الابتكارات. انا بنفسي لما قعدت على الويل تشير لقيت ان في صعوبه جدا ان انا امشي بالكرسي ده في الشارع. الكراسي الثانيه كمان اللي هي مش ميدان ايجيبت بتبقى غاليه جدا جدا وصيانتها صعبه جدا، ما فيش مواد طبعا ليها ان هو كاجهزه بديله. فقلنا لا خلاص احنا نعمل حاجه ميدان ايجيبت، والحاجات ديت نكون هنكسر بيها القاعده بتاعه الكراسي المتحركه، يبقى ديفايس. الديفايس دوت هيبقى داخل فيه التكنولوجي برضو ان شاء الله باذن الله، وعامله ان شاء الله باذن الله مفاجاه في صيف 2020. عملت كرسي بحر لاصحاب الهمم يقدروا يمشوا على الرمله وينزلوا البحر ان شاء الله باذن الله. حلو جدا. حلو. واحنا شغالين فيه بالفعل في مجمع خدمه الصناعه، وان شاء الله باذن الله هيظهر للنور في 2020 باذن الله. لا تستحقي والله. لا بجد ربنا يكرمك. يعني بعد كل ده اسالك يعني مثلا اقول لك ايه طموحات واحلام مبادره تيسير؟ يعني يعني انا شايفه ان انت اوريدي فكرتي في كل حاجه، يعني مش سايبه لي حاجه اسالك عليها حتى البحر. طيب قولي لي، قولي لي ايه بجد والله، ايه يعني انت بتحلمي ايه في مبادره تيسير؟ عايزه توصلي لحد فين؟ حلمي ان الرئيس عبد الفتاح السيسي يتبنى مبادره تيسير وتبدا تتعمم على محافظات مصر كلها ان شاء الله. حلمي ان احنا ان شاء الله باذن الله نلاقي تعاون من الجهات الحكوميه ومن المحافظ ان شاء الله باذن الله، ويبقى كل المجتمع معانا، لان انا هاني الحصان الاسود بتاعي هو المجتمع. صح. احنا لو عايزين نتغير هنتغير، مش لازم تستنى لغايه ما تدخل الدايره علشان تحس بالوجيعة. صح. لا يعني حاول تغير وانت بره الدايره. صح. وتغير في النطاق بتاعك، يعني مش لازم تكون انت حد من المسؤولين، لا بالعكس. وانت فرد كده اهو وانت ساكن في العماره، تعالى نعمل رام قدام العماره بطريقه كويسه وبمقايسات صح علشان خاطر اي حد كبير في السن، اي حد قاعد على الويل تشير. بالظبط كده. بالظبط. او حتى الركنات اللي الناس بتقوم رايحه راكنه فيها. بالظبط. ده وعي مننا احنا. صح. ده قايم بقى على دور ان احنا لازم نكبر شويه التوعيه المجتمعيه. صح. دور الاعلام، دور الكليات، دور الانديه، دور وزاره الشباب، لازم كلنا نبقى نتكاتف. المشكله كلها ان احنا داخلين على 2020 ليه ما فيش حاجه على ارض الواقع ظاهره لاصحاب الهمم؟ لان كل واحد بيشتغل في حته منفصله عن التاني. فما فيش ابديت حتى الحصر، يعني حصر لغايه دلوقتي ما فيش حصر باعدادنا. اعمال فرديه اكتر. بالظبط كده. ما فيش حصر لاعدادنا متكامل جاي من مثلا المركز بتاع التعبئه والاحصاء. ما فيش ابديت للناس اللي بتحصل اكسيدنت على الصحراوي او مثلا على الهاي واي. دي مشكله فظيعه، لان نسبه الاعاقه الحركيه اكتريتها بنسبه 83% بسبب الحوادث والامراض. فنسبه كبيره مش قليله. بصي مي، يعني كل اللي بتتكلمي فيه ده كله هيحصل قريب ان شاء الله باذن يعني الـ 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 الامر الصناعي اللي انطلق الفتره اللي فاتت. أكيد. ده هيسهل علينا كل ده. أكيد. وخلي بالك الحصر بتاع الموضوع ده هيتم ان شاء الله بمنتهى السهوله. أكيد. وكمان التكاتف اللي عايز اتكلم عليه ده، ان احنا متجزئين شويه ومش موجود التكاتف الكامل، ده هيحصل برضو ان شاء الله. إن شاء الله. بس خليني برضو اروح معاكي، هو انتوا لحد دلوقتي انتوا كام حد موجود في المبادره بتاعتك؟ بس هي المبادره يعني هي عضو مؤسس دكتور عصام البكر وانا، وكان معانا يعني اصحاب همم كتير قوي من اسكندريه. انا اهم حاجه عندي ان مش فرد بس هو اللي يقوم عليه المبادره، انا عايزه كل الناس تشترك في المبادره. ناس اصحاء وناس اصحاب همم، فاحنا عايزين مكفوفين، عايزين صم، عايزين داون، عايزين سي بي، عايزين اوتيزم، عايزين كل الاعاقات تبقى معانا. لان انا مش هقدر اعمل اتاحه مكانيه لحد واحد بس واهمل الباقي. مش هقدر ان اعمل مثلا، بنهتم برضو بالثالث هدف لينا هو التدريب والتاهيل لسوق العمل. تمام. انا ضد ان احنا نحصر اصحاب الهمم في الهاند ميد او السجاد او البامبو. اوكي الهاند ميد مهمه، بس في نفس الوقت التكنولوجي هي عندي اهم حاجه، فلازم نديهم كورسات
في التكنولوجي والبرمجة والكمبيوتر ساينس واللغات علشان يقدر يخش مجالات تانية، لأن هما لو عندهم عجز في القدرات الحركية فهم عندهم يمتلكوا قدرات عقلية هائلة. صح. ده حقيقي. صح. فبس محتاجين ننفض عنهم التراب شوية ونؤمن بإمكانياتهم ونوجههم صح. مظبوط. صح. 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 هيطلع منهم مخرجين اعتقد ومؤلفين كل المجالات، يعني شايفاهم فنانين قوي بصراحه. فانا رايحه دماغي فكره مخرجين مؤلفين عشان عندهم الابداع اكتر. طبعا مبدعين. مبدعين فعلا. طيب مي، انا حابه بقى اروح لتجربتك الشخصيه. يعني انت اصبتي بمرض ضمور في العضلات، ويمكن زي ما كنا بنتكلم قبل ما نبدا الحلقه ان انت بتقولي انه ناس كتير هنا هي ما تعرفش ايه المرض ده او ما عندهاش وعي بيه او بيجي بالزبط. نتيجه ايه؟ فانا حابه ان انت تكلمينا اكتر، لانه اكيد في ناس كتير عندها المرض ده والناس اللي حواليها مش عارفين ده ايه. سي هو ماسل اتروفي او المايوباثي، هو انواع كتيره جدا وبيجي لكذا فئه عمريه منهم الاطفال، ولو جيل الاطفال نوع داشن بيموتوا هم عندهم 15 سنه. الشباب لما بيجي لهم من العشرينات للثلاثينات، وبرده بيدمر العضلات الرئيسيه، وده بيبقى نوع بيكر او ليم جاردر. انا عندي ليم جاردر اللي هو بيصيب العضلات الجنب المفاصل الكبيره. بيجي للكبار السن، وده بيجي في صورة ضعف في عضلات التنفس أو ضعف في عضلة القلب. للأسف هو ليه المجتمع المصري أو المجتمع الشرقي عامة، لأن المجتمعات دي اتبنت على زواج الأقارب. فكل واحد فينا يحمل جينات وراثية الأمراض وراثية كبيرة جدا، بتظهر في الحفيد الرابع أو الحفيد الخامس أو السابع. فبتظهر فجأة. بتظهر فجأة من غير أي مسببات ومن غير أي أعراض، فجأة كده بيصاب الإنسان بتعب ووهن، بيحس أنه مش قادر يقوم من السرير، مش قادر يمارس نشاطه زي الأول. أنا طبعا عضلاتي ما راحتش مني فجأة مرة واحدة، أنا بقى الرجل اليمين بعد كده الشمال بعد كده الدراع اليمين بعد كده الشمال بعد كده الهيب بعد كده بدأت أحس أن أنا خلاص، يعني ما فيش غير الحمد لله يعني راسي ورقبتي والحمد لله الأجزاء اللي في الراس. دي نعم ربنا، واكيد انا عارفه ان ربنا ابتلاني بالمرض ده علشان انا ليا رساله في الدنيا لازم ان انا اوفيها. لما رحت للدكتور قال انت هتموتي وانت عندك 30 سنه. شكرا. هو بيقول كده في الاعتبارات الطبيه. فانا ما خدتش في بالي. بس ما فيش حاجه اسمها كده. طبعا. فما حطتش في بالي، يعني قلت لا خلاص انا يعني هكمل دراستي، هنزل اشتغل. اشتغلت مدير برنامج صحه في مؤسسه دوليه ومدير برنامج توظيف، وبعد كده مسكت ابحاث وتطوير، وكنت شغاله في اكزوسكيلتون اللي هو جهاز كده عامل زي الروبوت بنلبسه ونقف نتحرك ونمشي وننزل ونعمل كل حاجه. بالمناسبه انا لسه متعرفه على المهندس باهي النصر. باهي اتكرم من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهو عمل اكزوسكيلتون للدراع للايد. هو مفروض احنا هنشتغل ان شاء الله باذن الله في الوقت الجاي على الاكزوسكيلتون، وان شاء الله باذن الله هينضم لينا في المسابقه اللي عاملينها في الاكاديميه، عاملين مسابقه المهارات لاصحاب الهمم والابتكارات، ودي فرصه لاي حد في مصر يشترك فيها. لو عامل اي ابتكار او اي ديفايس او مبدع في مجال اصحاب الهمم يتقدم. لو حتى عادي عامل ابتكار لاصحاب الهمم برضو يتقدم في المسابقه. احنا طبعا بنرحب باي حد ان هو يجي معانا ويحط ايده في ايدنا. مجال اصحاب الهمم والمايوباثي عامه انا مش عايزه حد يخاف لما يسمع كلمه مرض ضمور عضلات. ربنا سبحانه وتعالى لو مقدر لاي حد يموت هيموت من غير سبب. بالظبط، من غير اي سبب. فنعيش حياتنا وننطلق، بل بالعكس ان احنا نزرع ونسيب غرزه صالحه في الدنيا قبل ما نروح نقابل ربنا سبحانه وتعالى. ده املي، ده ان انا علشان كده انا عامله زي الموتور، عايزه اتخرج بسرعه، عايزه اعمل كل حاجه بسرعه، لان الواحد لسه ما يعرفش اللي قدام ممكن يبقى ايه. لا خير. اللي قدام كله خير. لا 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 مش دكتور، عارفه يعني انت لو عندك امكانيات دلوقتي انت تنزلي وتعملي وتسافري. انا بسافر من القاهره لاسكندريه. ايوه معاكي. بصي احنا لا اختلاف ان انت بطله، بس اوعي تفكري في كلام الدكتور علشان بالزبط. انا عايزه اقول لك على حاجه، ان في ناس كتير جدا كان عندهم اخطر الامراض في العالم وعاملين وثائقيات بتتكلم عن الموضوع ده وقالوا لهم لا احنا هنعيش واحنا هنكمل حياتنا طبيعيين بالزبط. والدكاتره ضحكوا وقالوا ده ايه الكلام اللي هو بيقوله، فعلا عايشوا كويسين عشان الاراده والعزيمه، وربنا حطك في امتحان وانت اعتقد ان انت ناجحه فيه. وعايزه اقول لك حاجه تانية، ان
ان الكلام ده لو ركزتي فيه ما مش هينفع. تركزي في اي حاجه ايجابيه. اوكي انا عندي دلوقتي 35 سنه الحمد لله. بالظبط. ده انت لسه في عز شبابك يعني. ده عديت على الدكتور. بالظبط. ده احسن رد على الدكتور ما شاء الله. يعني الحمد لله كل اللي جاي يطموح ونجاح. انت طالبه ايه من المجتمع المدني ان هم يساعدوا اصحاب الهمم؟ حاجات غير اللي قالت مثلا نوره الركنه، موضوع السلالم، ايه تاني؟ ايه الحاجات اللي ممكن احنا نعملها او ممكن نعمل شويه توعيه للناس اللي بتتفرج علينا؟ ممكن نعمل ايه علشان نساعدهم بيها واحنا بنبقى مش واخدين بالنا ان دي مساعدات بالزبط لاصحاب الهمم؟ طالبه من المجتمع المدني ان هو لازم يبص لاصحاب الهمم ان هم مش ناس ضعاف العقول. احنا نمتلك قدرات بس عايزين توظف صح. وطالبه ان احنا لازم نعمل نشتغل على الاويرنس والتوعيه بجامد جدا. يعني كل واحد في مكانه. انت لو شغال في شركه تعالى اقول مثلا لصاحب الشركه تعالى نعمل مثلا توعيه للموظفين ازاي يتعاملوا مع اصحاب الهمم. ال5% لما بيتوظفوا، انا لما كنت شغاله في ال5% كنت بروح المناطق الصناعيه في اكتوبر وفي العاشر من رمضان على الويل تشير علشان بس ان انا اقول للموظفين هناك ازاي ان هم يتعاملوا مع اصحاب الهمم. فالشركات الانديه يعني الانديه دي ليها عامل كبير جدا. تعالى اعمل مثلا توعيه مجتمعيه في النادي عندك للاعضاء ولاولاد الاعضاء. عرفهم يعني ايه ذوي احتياجات خاصه او اصحاب همم. احنا ليه سمينا نفسنا اصحاب همم؟ كل واحد فينا يمتلك همه. هو مش ذوي احتياجات خاصه، يعني مش لازم انت تتعامل معانا بحساسيه. لا تتعامل معانا كان احنا حد عادي، بل بالعكس احترم عقولنا بطبيعيه عادي جدا. بالظبط كده. الجامعات والكليات دي دورها لازم يكون ضروري جدا. ليه؟ لان الشباب هيطلع من الجامعه هيتجوز، صح؟ فلازم يهتم بالتحليل بتاع الدي ان ايه قبل الجواز، علشان لما تبقى يبقى في بيبي ولما تبقى هي بريجننت تعرف حاجه اسمها صحه انجابيه، وتعرف ازاي ان هي تعتني بالطفل ده لو كان سليم او كان عنده مشكله. صح. فهي دي اللي محتاجينها، التوعيه ثم التوعيه ثم التوعيه. وكل واحد في دايرته يقدر يغير ان شاء الله باذن الله. انت قدام عمارتك اعمل رامب، حاول ان انت تحط يافطه ممنوع الركن هنا قدام الرامب. هنغير يعني خطوه خطوه هنغير ان شاء الله باذن الله العظيم. انت عسل. انت غيرتي فعلا. انت ما شاء الله عليكي، يعني انت نموذج بجد والله الواحد يعني يحتذى به. وانا شايف ان انت يعني كل اللي انت بتفكري بيه وكل اللي انت ان شاء الله بتحلمي بيه هيتحقق. يا رب. باذن الله. ويا جماعه لو سمحتوا من رجاء، يعني الموضوع بينا وبين بعض كده ان احنا برضو لازم نخلي بالنا، بلاش الصوره بتاعت يلا نفسي انا هركن هنا يبقى خلاص اي مول هتلاقي فيه معمول علامه لاصحاب لاخواتنا. بلاش مش لاقي ركنه فاروح راكن فيها واعمل نفسي مش واخد بالي. لو في عندك حد من جيرانك عنده مشكله ما، لو سمحت الرامب مش هيبقى فيه مشكله بالنسبه لنا، ان احنا ممكن نشترك بحاجات بسيطه يا سيدي والموضوع خلاص منتهي. لان فعلا ده يعني من ابسط الحاجات اللي ممكن احنا بنعملها وبنساعد بيها اللي حوالينا من غير يعني ما نحسسهم بحاجه خالص. يا مي انت نورتينا جدا 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 من هنا للسنه الجايه. ومبسوطين جدا ان انت كنتي معانا، وهنفضل متابعينك ان شاء الله، وهنفضل كده نتفرج على كل خطوه انت بتمشي فيها وبتحققيها وبتنجحي فيها. ويا رب يا رب يا رب تحققي كل حاجه انت نفسك فيها. نورتينا جدا يا مي. انا بشكرك جدا. سعيده جدا ان انا النهارده كنت معاكم. ربنا يخليكي. احنا اسعد. ميرسي. شكرا جدا. شكرا يا فاروق. شكرا يا نورا. شكرا يا رحمه. كده خلصت حلقتنا من ان بوكس، ونشوفكم بكره ان شاء الله على خير. باي باي.